السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. رايكم بقى في الرق التحفه اللي حضراتكم شايفينه معايا ده؟ حاجه كده وهم مقرمش من بره وجوسي وطري جدا من جوه. هنعمله مع بعض باذن الله باكتر من طريقه. هعمله على شكل صينيه وبشكل رولات بالشكل ده، في استعمال شيش طاووق او ستيك بتاع الشيش طاووق، وكمان هعمله بشكل رولات اندفيدوال كده، جميله جدا مقرمشه من بره وطريه من جوه. تابعوا معايا الفيديو باذن الله، بس يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعه يعجبه ما ينساش يعمل لايك كتير ويعمل كمان شير كتير عشان الكل يستفيد. تابعوا معايا بإذن الله، ويلا بينا نشوف مع بعض الطريقة مع بعض على طول. ومعايا هنا الرق الطري بتاعي اللي كنت عملته مع حضراتكم قبل كده، ولو شافش الفيديو بتاع الرق الطري ان شاء الله هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، علشان اللي ما كانش دخل القناة قبل كده اول مرة يشوفني فيشوف اللينك بتاع الرق الطري في صندوق الوصف بإذن الله، ويدخل عليه هتلاقي طريقة ظريفة جدا هتعجبكم جدا بإذن الله. اما بالنسبة للمتابعين الكرام فهم عارفين انا عملت الرق الطري، فاحنا حالا بنعمل مع بعض صينية رقاق طري جميلة جدا. هبدأ اخد كمية من رقاق طري، بس قبل ما اخد الرقاق هبدأ ان انا اخد كمية من السمن البلدي او الزبدة مع كمية من الزيت في حدود ربع كوباية مثلا تقريبا كده، وهبدأ ان انا احط رشة سخية كده في ارضية الصينية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اول طبقة بس اللي بحط لها الكمية من الدهون. بعد كده هنشوف مع بعض الطريقة، سهلة جدا وبسيطة مش معقدة بالمرة، ان شاء الله هيعجبك جدا وهتستظرفي ان انت تعمليه باذن الله على طول في البيت، هيبقى بديل امثل للي انت بتشتريه من برة، وحاجة جميلة ونضيفة وانت عارفة مكوناتها وعاملاها على ايدك وضمن جودتها وعاملاها في البيت، حاجة جميلة جدا. بالنسبة لصينية الرقاق انا بفضل ان انا اعمل حدود 5-6 طبقات من فوق و5-6 طبقات من تحت، يعني من فوق ومن تحت يعني 5-6 طبقات، وبعدين ببدا ان انا احط الحشوه بتاعتي وبعدين اللي هي العصاج، وببدا بعد كده احط 5-6 طبقات تانيين من الرقاق في فوق الحشوه. هبدا بسم الله الرحمن بالشكل ده، باخد كده مسحه بسيطه من الدهون وابدا احط الطبقه الثانيه. بسم الله الرحمن، شايفين قد ايه جميل جدا، كنا عاملينه مع بعض حاجه كده في منتهى الجمال مش مكلفة بالمرة. كده طبقتين هعمل لغاية ما اوصل 5-6 طبقات ونرجع تاني علشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. وهبدأ انزل بالحشوة بتاعتي العصاج بتاعي بمعنى اصح، هبدأ انزل بيه بالشكل ده واوزعه على الرقاق عفوا على الرقاق بتاعي، وانا بوزع بضغط علشان الطبقات كلها تكون متماسكة مع بعض. بعد ما بخلص اول ضغطة كده ببدأ ان انا الف الصينية علشان اخد كل صينية بنفس الارتفاع وبنفس الكمية، وبعدين ببدأ انزل بالكمية التانية او الطبقة التانية بتاعت الصينية بتاعتي اللي عبارة عن 5-6 طبقات. انا عملت 6 طبقات في الاسفل، هحط كمان 6 طبقات من الرقاق الطري في الاعلى فوق الحشوة. وبعد ما خلصت الكمية بتاعتي تحت 6 طبقات وفوق 6 طبقات وفي النص الحشوة بتاعتي، هبدأ اخد في حدود 3/4 كوباية من الحليب، عليها نص معلقة من الفلفل الاسود وكمان كمية من الملح مناسبة، وهنزل عليها ب3/4 كوباية تانية من الشوربة او المرقة، وهبدأ ان انا اقلب المقدار بتاعي. بسم الله الرحمن بالشكل ده، هبدأ ان انا انزل بيه واسقي بيه الرقاق. بسم الله الرحمن بالشكل ده، هنزل على الاطراف الاول علشان تكون معايا طرية ما تنشفش لما تدخل الفرن، وابدأ بالشكل ده. طبعا انا مش هنزل الكمية بتاعت السائل دي كلها، انا هقطع الصينية بتاعتي الاول وبعدين هبدأ انزل ببقية السائل علشان تتخلل الفتحات بتاعت التقطيع بتاعتي. بسم الله الرحمن،
يعني مجرد ان انا بس بعمل فتحات كده، علامات للتقطيع بتاعتي. اتنيني على اللي انا قطعتها عشان اتاكد ان خلاص انفصل، عشان تقدر كميه السوائل تخلل الصينيه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين معايا، وبرده بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه. على فكره اللبن بتاعي كان سخن والشوربه سخنه او المرقه سخنه مع اللبن السخن، يعني سخونه مش درجه الغليان يعني. بالشكل ده وهبدأ بقى احط كمية اللبن مع الشوربة او الحليب مع الشوربة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ ان انا اشرب الصينية بتاعتي كلها، هي كلها هتاخد من بعضها كده، تاخد وتدي مع بعض، وكمان هنزل ببقية الدهون اللي عندي على الوش، وبتأكد ان الحروف اضغط عليها علشان تدخل لجوه، متبقاش عاملالي حفات ناشفة بعد ما تستوي. لو واضح قدام حضراتكم بالشكل ده، كل الحواف بحاول ان انا اضغط عليها بالمعلقة. هبدأ ان انا ادخل في الفرن في الرف الوسطاني على 180 درجة، يعني نص ساعة ساعة لربع كتير بتكون الصينية بتاعتي جاهزة معايا. أجمل صينية بإذن الله هتعجبكم جدا جدا. وفي طريقة كمان بالنسبة للرقاق الطري، تبقى عبارة عن رولات، إن الرقاق الطري تبقى جميلة جدا، والحشوة بتاعتها عبارة عن يعني نقدر نقول عليها لحد ما إن هي كفتة، عبارة عن كمية من اللحم المفروم، وكمان معايا التوابل بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل أسود وكمان الزنجبيل البودر والقرفة، ومعايا نص فلفلايه رومي مفرومه، وكمان نص طماطمايه مفرومه، وكمان في حدود نص بصلايه متوسطه مفرومه. طب ليه انا باخد الكميات دي كلها او الحاجات دي كلها بتبقى جواها صوص كده او بتبقى جوسي؟ انا حابه ان هي تكون جوسي علشان تطري معايا الرق بتاعي، مش هحتاج ان انا اسقيه خالص. هبدا ان انا اخد الكميه بتاعتي بتاعت الطماطم والبصل والفلفل والتوابل واللحمه بتاعتي، ببدأ ان انا اجهزها بالشكل ده. وفي اضافة مهمة جدا اضيفها على اللحمة، عبارة عن نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بتفرق معايا جدا علشان اللحمة بتاعتي حجمها ما يكش زيادة عن اللزوم، يعني بتكش بقدر. هبدا اخد الرقايه بتاعتي، هبدا ان انا اخد تلتها بالشكل ده بتنيه علشان ما تبوش معايا اللحمه بتاعتي، ما تبوش الرقايه وتبقى بايشه وتبقى طريه وتقطع مني. وابدا اخد كميه من الكفته اللي عملناها او الخليط بتاع اللحمه اللي عملناه بالشكل ده، هعمله على شكل رول كده، وهقفل عليه من الجناب. مدرحوني بالشكل ده وهبدا اقفله. بالشكل الحرين ده. وفي الوقت نفسه انا بكون واضع الستيك بتاع الشيش طاووق ونقعاه اوريدي في ميه بقالي حدود ساعه. هنشوف مع بعض باذن الله هنعمل ايه. هبدا بقى اقطع الرولات بتاعتي. تكون احجام متساويه كده. وهبدا اخد بسم الله الرحمن
الفتحة اللي هي مفتوحة دي، هبدأ ان انا اقفلها كده، وهبدأ اخد الستيك بتاع شيش طاووق وهبدأ ان انا اعمل لها كده، ونفس الكيفية برضو اخلصها من بعض بالشكل الجميل ده، وهبدأ اعملها بالشكل ده. عشان تكون كلها متناسقة، وبرضو عند الفتحة بدخل من ناحية الفتحة كده، بتكون على مسافات علشان ادي فرصة ان اللحمة تستوي وكمان ما تبقاش قافلة على بعضها، يبقى شكلها جميل جدا. وبحطها في صينية بكون دهناها بكمية من السمن او سمن على زيت، بالشكل الجميل ده. هدخلها في الصينية بتاعت الخبز بتاعتي اللي انا اوريدي حطلها، صينية ألومنيوم او صينية تيفال متوفر عند حضرتك. ببدأ ان انا احط الرولات بتاعتي بالشكل ده، وهدخلها الفرن تستوي على 180 درجة في الرف الوسطى. في كمان شكل جميل جدا ولطيف جدا بعمله برضو من الرق الطري، باخد الرقاقة بتاعتي بقسمها كده وكمان كده، او بمقص يعني، يا سكينة هي مقص مش هتفرق معايا خالص. بالشكل ده يعني على سبيل المثال وليس الحصر. طبعا في اشكال والوان من طريقه عمل الرقاق الطبيب، بتبقى حاجات مبتكره وحاجات جميله جدا. انا محتاجه ان الخليط بتاعي يكون جوسي علشان ينزل الصوص بتاعه، وابدا ان انا ابقى متاكده ان الرقاق بتاعي هيكون طري مش ناشف، وهبدا اقفل عليها بالشكل ده وهلفها بالشكل ده. هدخلها الفرن بتاعي وهي متقفله كده، وهخليها على القطعه دي بتبقى من اسفل، وهتاكد ان الجناب كلها قفلت كده. هحطها بالطريقه دي في الصينيه بتاعتي بالشكل ده، الصينيه برضو تكون مدهونه. وفي الاخر بديلهم فرشه كده سريعه من الدهون، وبسيبها تستوي برضو في الرف الوسطاني على 180 درجة. وهكذا احتمل الكمية بتاعتي، ونشوف بإذن الله بعد استوى الشكل النهائي للرق الطري بتاعنا بأكتر من شكل وأكتر من لفة. بإذن الله هيعجبكم جدا جدا. هكمل الكمية بتاعتي ونشوف إن شاء الله الشكل النهائي للرق بعد ما يستوي. ودي صينية الرق الطري بتاعتنا جميلة جدا، وعلى فكرة السواد ده من الفلفل الأسود اللي أنا حطيته على الشوربة مع اللبن، حاجة كده جميلة ومبهجة وجميلة جدا. كفاية انك عاملاها في ايديكي وعاملاها بنفسك وعارفة جودتها ونظافتها. هخرجها وحطها في طبق التقديم بإذن الله، وان شاء الله يا رب تعجبكم. ولسنا حضراتكم طيبين. ايه رأيكم في الرق بتاعنا؟ عملناه من الالف للياء مع بعض، حاجة كده في منتهى الجمال، طعمة ولذيذة مغذية، مقرمش من برة وطري من جوة وجوسي جدا ما شاء الله، في منتهى الجمال، وحاجة نظيفة وضمناها وضمنا جودتها. عملتها من الالف للياء مع حضراتكم، وزي ما قلت لحضراتكم هسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اللينك بتاع الرق الطري اللي عملناه مع بعض خطوة بخطوة، كمان رولات الرقاق الطري اللي عملتها في ستيك بتاع الشيش طاووق، حاجة جميلة جدا. ممكن تتعمل بالشكل ده او تتقدم بالشكل ده على السفره بشكل فردي يعني انديفيدوال كده، او بشكل الرولات الصغيره الجميله دي. كل ما بتحمصيها بتبقى قرمشه جدا، بتبقى قرمشه من بره وكمان جوسي من جوه. وممكن تقدميها عفوا في عصير الشيش طاووق بالشكل ده، بتبقى جميله جدا، حاجه كده تفتح النفس، شكلها جميل جدا، بتبقى في العزومات وخاصه في عزومات رمضان بتبقى جميله جدا جدا. اتمنى اكون قدمت لكم شكل جديد وانواع مختلفه من اللي احنا تعودنا عليها. ما تنسوش بقى تعملي لايك لو الفيديو عجبكم، وكمان شير علشان الكل يستفيد من الفيديوهات بتاعتنا. ولو ما كنتيش مشترك معايا في القناه يا ريتك تعملي سبسكرايب وتنوريني في القناه وتضغطي على زر الجرس للكل عشان تفعلي وصلك مني كل جديد اول باول. سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.